من التوعية حول الرضاعة الطبيعية وأهميتها إلى التوعية حول مرض السرطان وكيفية تفاديه إذا فينا نقول، رح نحكي أكثر عن هالموضوع مع الدكتورة دنيا حشيمة أبو خليل، رئيسة رابطة سيدات بعبدة وأستاذة جامعية بمادة علم اجتماع التربية والزواج والأسرة. أهلا وسهلا فيك. ميرسي، أهلا فيك. اليوم ضمن كثير نشاطات بتعملوها رح نحكي تحديدا عن محاضرة رح تصير بأول حزيران تتناول أو تحت عنوان الأمراض السرطانية والوقاية منها. نعم، تفضلي. نحن عملنا كعمل اجتماعي ميداني دائما ننطلق من المشاكل المطروحة يلي هي أكثر إلحاحا، ومن الإحصاءات الموجودة بوزارة الصحة، لأن عملنا هو طب اجتماعي، انطلقنا من هالواقعين وشفنا انه في كثير امراض سرطانيه عم تتفاقم، وشباب وصبايا اكثر واكثر، وفي احصاءات حقيقه بتخوف بتخلينا نفكر بجديه اكثر بهالموضوع ونفكر بطريقه علاجه. انطلاقا من هالواقع هيدا نحن بنقول لازم نعمل وقايه، عمل وقائي. يعني العمل الوقائي بيتضمن اكثر شيء تسقيف وتوعيه وطرح الموضوع والاسئله واجوبه حول الموضوع بشكل واحد يقدر ينظم حياته، ينظم مسار حياته لما يوقع بهالمشكله، بعدين بنقول يا ريت ما وقعنا بهالمشكله. اوكي، طبعا الندوه رح تتناول كل هالمواضيع، رح تطرحوا المشكله، كيفيه الوقايه منها، اسئله واجوبه، بس لما نقول بدنا نتوقع من السرطان ونحن بعد ما عندنا اسباب مباشره لإله، كيف رح بتصير اداره الندوه بهالموضوع؟ هو الحقيقه الندوه طبيه 100%، رح يكونوا اطباء اثنين رح يقوموا فيها، طبيب نسائي وجراح نسائي وطبيب مسالك بولية، هيدي بشكل خاص يعني. لكن قبل رح يكون في أكيد تحديد لمعنى هالمرض وشو أسبابه بشكل عام. إذا بدك عام، لأنه ما في يمكن أسباب مباشرة بعد ما بنعرف السبب الرئيسي للإصابة بمرض السرطان. نعم، بس الأسباب العامة شو هي؟ يعني نحن نشوف اليوم مثلا بالدول المتقدمة عندي كتير ميل نحو إعادة الإنسان إلى الطبيعة وإبعاده عن كل ما هو تشنج وكل ما هو ضغط اجتماعي وضغط العمل وضغط الالتزامات اليومية والاستحقاقات اليومية. بس بعد الإنسان عن كل هالستريس هيدا عم بيبين إحصائيا وطبيا بشكل خاص إنه هالإنسان عم يرتاح، ما عم بيعود يشكي من مرض السرطان. واذا نبلش معه هالمرض بس المرض السرطان دكتورة، اذا بتبعديه عن كل هول بيعيش مرتاح من كل الامراض، يعني لا سرطان ولا ستريس ولا اكتئاب ولا سكري ولا ضغط انه رح يعيش مرتاح بكل الاحوال. مزبوط، بس تحديدا السرطان عمل دراسات وابحاث بالسويد مرتبطه بشكل مباشر بهالوضع، واخذوا واتخذ عينه من السيدات والرجال اللي كانوا بيشكوا من هالمرض وحطوهم بالطبيعه خلال 5 اشهر، من 5 اشهر لسنة شافوا انه هالانسان عم يتبدل، يعني ما عاد عنده هالستريس اليومي وبعدين الغذاء اللي اكله كان كله غذاء طبيعي ببعد كثير عن كل ما هو كيميائي. الابتعاد عن الستريس، الالتزام بالاكل الصحي. مزبوط، يعني هيدا الاختبار يلي صار. اوكي، بشكل شو كمان؟ تلوث له علاقه؟ التلوث اكيد اكيد، يعني بتبعد الانسان عن كل ما هو غير طبيعي، بتبعد الانسان عن كل ما يزعج طبيعته البشريه. وفي اكيد عامل وراثي بيبقى، اكيد عامل وراثي اكيد، ولا يلي بيكون عارف انه عنده اصلا كمان عامل وراثي، كمان في خطوات بيتفادى الوقوع فيها مثل انه الكشف المبكر قبل السن اللازم كمان عن مرض السرطان، يعني كمان في خطوات بتقدر تتبعيها. مش بقدر، لازم تتبع. مزبوط. يجب ان تتبع، لانه الوراثه بتلعب دور كثير مهم، ومنشان هيك بيصير في بينصحوا المريض او الانسان يلي عنده هالوراثه موجوده بعائلته بينصحوه على طول يعمل كشف كثير مبكر وسنويا او كل 6 اشهر، يعني في بروسيجر لازم يمشي فيها. وهيدي اكيد الطب اليوم نحن بنعتبر حالنا من المميزين، يعني الان صار في طب عم يخدمنا وفي عمل مختبري عم بيخدمنا، وفي ديتيشن، وفي تقدم كمان كثير علم غذائي عم بيساعدنا كثير كمان. برضو
كنت عم بقول كمان انه عم يتطور العلم، يعني صار في حالات كثير تشفى كليا من السرطان. هيدا هاي الندوه ما رح تكون مخصصه لنوع واحد من السرطان، مزبوط؟ عم يعني نحكي عن المرض بالاجمال. بالاجمال اول شيء رح يكون في تحديد لمعنى السرطان، شو يعني فيزيولوجيا، ما معنى كلمة سرطان؟ هيدي شغلة كتير مهمة. تعرفي غريب انه قديه بينحكى عن هالمرض، قديه عن جد بعد ما بحاجة لهيك نوع ندوات ومحاضرات. بتعرفي ليه؟ لأن الإنسان اللي بيعيش بنوع من الخوف من هالمرض ومن عدم الشعور بعدم الأمان بحس حاله انه ما بده يحكي عنه. خليني ما أعرف. خليني ما أعرف، عرفتي بيقول خليني ما بدي أعرف هيدا المرض، من هالمرض، من هالميكروب. يعني هالكلمة اللي بنسمعها نحن الذهنية الاجتماعية الموجودة بتخلينا نحس انه ده الانسان بده يهرب من هالواقع، ما بده يعرف. لكن اذا هرب ما معناتها انه المشكلة منا مطروحة. اوكي، منشان هيك نحن عم نشتغل على الاطار هيدا. خلال الندوة رح بيصير في طرح لنسب اصابة الاشخاص بالسرطان؟ نحن عندنا نسب، وزارة الصحة موجودة، وحضرة معالي وزير الصحة حكي عنا من شهر تقريبا عن الاحصاءات الموجودة بوزارة الصحة. في احصاءات حقيقة يعني ما كتير بتطمن، ووزير الصحة عم بيقول نحن موجودين منشان نعالج، منشان نساعد بالأدوية. يعني كان وجود وكلامه كثير كان مطمئن للمواطنين، لكن برأيي ما بكفي انه يكون الوجود مطمئن. نحن بهمنا انه المواطن يكون هو واعي على صحته، يعرف حاله وين رايح، كيف شو نمط الحياة يلي لازم يعيشه، وشو الغذاء يلي لازم يحترمه ويتبعه، يعني منشان قد ما يقدر يكون مغطى حاله منشان ما يوقع بالمشاكل. اوكي، شغلك بشكل مباشر مع العيال، مع الاسر، مع الكابلز كمان، كيف عم بتشوف من خلال شغلك ومتابعتك عم يتاثروا العيال بهذا المرض؟ اذا كان في حدا مصاب بمرض السرطان كيف تاثيره على العيب؟ في اول شيء تاثير نفسي، في تاثير نفسي كثير مهم، لانه التاثير النفسي بخليك تكوني بحاله من عدم الامان ومن الخوف ومن الخوف من بكره والافق المسدود والانكيتيود، يعني هالخوف اللي دائما بنعيش فيه، وهذا بيعمل ستريس زياده وبخلي الانسان يكون ما عنده نعم ما عنده حب العيش او الاراده بالعيش المريح. هيدي اولا العامل النفسي. بعدين في عنا العامل الاقتصادي، اللي مريض بالسرطان بشكل عبء اقتصادي على عائلته، مادي يعني اصلا مادي على حاله يعني وعائلته وعلى الدوله، لان الدوله كمان بدها لما بينقطع عن العمل عم بيكلف الدوله كذا تعمل له تغطيه لهالانقطاع عن العمل. فاذا هالانسان هيدا بحاله من اذا بدك عبء، يعني عبء على حاله وعلى الدوله وعلى المجتمع طبعا، يعني منه مقبول اجتماعيا. وهي شغله كثير مهمه انه يصف الناس يعرفوا انه هالمرض ممكن وين ما كان يمكن يصاب فيه، وهل اذا هالمريض هيدا بحاجه لكثير من الاحترام والقبول. انه اجتماعيا ما نلبزه، ما نقول هيدا بدنا نحطه على جنب، هالمرض الخبيث يلي ما بدنا نسمع عنه. يعني في نوع من المعرفه يلي بتخليك تكوني واعيه لوجود الاخر ولوجودنا نحن، وهالتعامل مع بعضنا البعض يلي بيساعد كثير لنكون عايشين بسلام مع بعضنا. دكتوره قبل ما نختم، حضرتك كاستاذه جامعيه بماده علم الاجتماع، الاسباب يلي ذكرتيها لامكانيه اصابه الشخص بمرض السرطان اسباب ما عم نقدر نتجنبها، يعني عايشين بالتلوث للاسف لانه هيدي بيئتنا، ما عم بيكون في عنا وقت كثير نرتاح، مشان هيك دائما نحن بستريس. كيف معقول نعالج هيك موضوع بالظرف اللي نحن عايشين فيه؟ في اولويات بالحياه، يعني اليوم اكيد الاولويه للعمل، اوكي نحن بسننا منتجين عم ننتج وهذا شيء يعني شيء طبيعي انه يكون، لكن تنظيم، تعمل تنظيم بحياتك، تنظيم الحياه كثير مهم، يعني بهالوقت اللي انا عم حطه بالتزاماتي بالعمل بدي ضلني لاقي وقت لاعيش بالطبيعه، لا
لأعمل رياضة، لأنتبه على أكلي، لأنتبه على علاقاتي وعلاقات على كل الصعد، الشخصية الجنسية، على طول انتبه أنه أنا أكون باحترام لجسدي، باحترام للآخر، وأنه جسد الإنسان مثل ما بنقول عند الديانات السماوية هو جسم للرب، يعني هو إناء لإرادة ربنا فينا. لما ننطلق من هالاحترام هيدا بنصير على طول نحن بشوق لنكون نضاف ونعطي وقت لحالنا أكيد. أوكي. الندوة رح تصير وين؟ بأول حزيران؟ بأول حزيران بسالون كنيسة مرعبدة وفوقها ببعبدة الساعة 7:30 المساء. وإن شاء الله أنه نشوفكم كمان تغطوا هال مرسي دكتورة دنيا حشيمة أبو خليل، رئيسة رابطة سيدات بعبدة وأستاذة جامعية بمادة علم اجتماع التربية والزواج والأسرة. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. مرسي لألكم. أهلا فيك. نحن معك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، أكيد الختام مع تقديرنا الرياضي. بكرة حلقة جديدة على 7:30. باي. رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم ميشيل بلاتيني قال أنه قد تم الانتهاء العمل من قبل السلطات السويسرية بشأن مخالفات الجنائية المتعلقة بالمدفوعات التي تلقاها من الفيفا والتي أدت إلى إيقافه، مؤكدا أنه يخطط الآن للعودة إلى الساحة الرياضية. وأوقف الفرنسي عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بعدما تبين للسلطات بأنه أكثر من 2 مليون فرنك سويسري، أي ما يقارب 2.02 مليون دولار، دفعتها الفيفا له عام 2011 بموافقة الرئيس السابق سيب بلاتيني بناء على العمل اللي تم إنجازه قبل فترة من الوقت. وقالت لجنة أخلاقيات الفيفا أن الدفعة التي قدمت في وقت كان يسعى في بلاتر لإعادة انتخابه افتقرت للشفافية وقدمت تضارب في المصالح، ونفى الرجلين ارتكاب أي مخالفات وفتح تحقيق جنائي ضد بلاتيني. لكن كابتن فرنسا السابق قال أن السلطات السويسرية أبلغته بأن الملف قد تم إغلاقه تماما الآن. في البداية تم منع بلاتيني من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 8 سنوات، خفضت من قبل محكمة التحكيم الرياضي الكاس إلى 4 سنوات. الرجل البالغ من العمر 62 سنة قال إنه وعائلته كانوا يعيشون في كابوس طوال السنوات الثلاثة الماضية. الآلاف من المشجعين السنغاليين المتحمسين اجوا لمشاهدة الحصة التدريبية الأخيرة لفريق قبل انطلاق كأس العالم في ملعب داكار الرئيسي للتعبير عن تمنياتهم بالتوفيق قبل التوجه إلى فرنسا لمواصلة الاستعداد للبطولة في روسيا. البعض منهم كانوا يرتدون ألوان السنغال ويرقصوا ويهتفوا بينما يمسك آخرون ويلوحون بالأعلام. جميع قالوا أنهم فخورون بالجيل الجديد من اللاعبين يلي تمكنوا من التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ البلاد. وقال المشجعون أنهم مقتنعين بأن اللاعبين ومنهم المهاجم ساديو ماني ودريسا جي لاعب إيفرتون وشيخو كوياتي من وست هام يونايتد وكارا مودوجي من أندرلخت يمكن أن يذهبوا بعيدا في المسابقة. تتنافس السنغال في المجموعة الثامنة في كأس العالم ابتداء مع بولندا في 19 يونيو في موسكو قبل ما تلعب مع اليابان وكولومبيا. قامت فرنسا ببناء فريق الحائز على كأس العالم عام 1998 معتمدة على منظومة دفاعية صارمة، ولكن بعد 20 سنة تمكنت من القيام بالعكس مع مجموعة المبهرة من المواهب الإبداعية المهاجمة والتي تمكنت من صنع كل الفرق في نسخة 2018. يعود الفضل في قوة ليبلو في خط الهجوم إلى حد كبير إلى أنتون غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد ولاعب باريس سان جيرمان المعجزي كيليان مبامبي، ولم يقنع سامويل أومتيتي ولا رافائيل فاران هذا الموسم بفرنسا في حين استخدمهم مرتين في مبارياتهم الثلاثة الأخيرة فقط وكانوا عم يهدروا 6 أهداف. وهناك العديد من الشكوك أيضا حول عدد من اللاعبين منهم بول بوغبا بعد موسم لم يكن جيد في مانشستر يونايتد، حيث كان المدرب جوزيه مورينيو غالبا ما يشرك بشكل متقطع، إلا أن فرنسا تمتلك أسلحة يجب أن تراها على أقل تقدير في المجموعة الثالثة مرتاحة حيث تواجه أستراليا والدنمارك وبيرو مع احتمال التأهل إلى ربع النهائي ضد إسبانيا أو البرتغال بطل أوروبا. في الوقت يلي ناضل فيه بوغبا أصبح لاعب خط الوسط بليز ماتويدي في موسم واحد حجر الزاوية في صفوف جوفنتوس بينما تحسن كونتين توليسكو بشكل كبير في بايرن ميونخ. وفي المقدمة يبدو غريزمان مفتاح محتمل جدا بعد موسم رائع في إسبانيا، خاصة أن سرعته وحساسيته على الكرة قادرة على زعزعة أي دفاع، بينما يعتبر في جيرود في مركز قلب الهجوم تهديد جوي لفرنسا لما يمتلكه من قدرة على الارتقاء وتسجيل الأهداف.